شيلها بعد اذنك. ضبط لي الايرباقات اللي طالع شيلها الايرباقات اللي اوكي. يلا يلا شباب يلا اسرع 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 نبغى نخلص ورانا دوس ورانا تجربه مريعه. يلا ابو فلاح صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ والله الحمد لله. ايه الاجواء الرائعه؟ والله مثل ما انت شايف حماس وادرينالين مرتفع عند الشباب. ما شاء الله ما شاء الله. احنا حتى بنصور بسرعه جدا عشان ايوه عشان الشباب متحمسين وعاوزين يوقفون الشباب. قالوا لنا ما تقعدوش في المكان ده. ايوه لان الجراجات على قوانين الفتلين. انت عارف احنا بنقعد في اماكن دايما حصريه وخاصه وخطر جدا. حبيب قلبي حاضرين. رئيس نادي الكوربت في الامارات. نعم. مش هيسيبونا طبعا ضرب نار هيحصل اهو. ايوه هيحصل ضرب نار بعد عشان مستعجل. قول الحين. قول لنا ايه اللي عايش عايش. ما راح. بس يلا 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 قول لنا ايه رايك في الاجواء. اول شيء بشكل عام نشكر شركه بن حموده لتوفير هذا اليوم ونشكر جميع اعضائنا اللي ساهموا في دعم النجاح هذا وشكر خاص لاداريين النادي اللي تعبوا مع في التنسيق بشكل عام. كم سياره اليوم؟ اليوم تقريبا وصلنا 40 سياره كوربت من الجيل الاول للجيل الثامن. شايف سي 1 يا موديل 58 فتتخيل انت. من الحمد لله نحن من اكثر الجروبات اللي عندنا جميع سلسله البراند الموجود ككورمن. انا عايز اكلمك على نجاح الجروب المجموعه عموما كلها يعني انت بتقيمها ازاي النجاح ده كله؟ والله شوف لو انا اقول لك انا فل ما اقدر اقول لك انا والله واصل 100 لان بخترب نفسي. ايوه لا انا اقول انا الحين 70 80% عشان اعطي حق عمري مجال اكثر اني اطور. صحيح. الشباب صحيح. ما شاء الله عليهم متحمسين. الجيل الجديد ما شاء الله سي 8 الجيل الطالع نبغى الشباب بس يتعلمون عليها زياده ثقه ما الرئيس مو في الشوارع في الاماكن هذه المخصصه. طبعا طبعا ركبت معاه شو رايك؟ ركبت مع ابو فلاح بصراحه اخذنا تريك اخذنا لفه على سرعه 200 يعني في ثانيتين ما حسيتش بحاجه. صح. حبيب قلبي ابو فلاح ايه المميز النهارده؟ صراحه الشباب الموجودين احلى شباب. الدعم الموجود من الشباب النجاح هم النجاح. احلى شيء في المكان هذا اليوم النجاح. طيب في شروط معينه للاشتراك في الجروب في النادي او تقصد في الحلبه؟ لا لا في النادي. في الاول في النادي تكون مالك كورفت. لازم تكون مالك كورفت يعني اكثر عن كذا ما عندنا. مالك كورفت وتحب الكورفت وتعشق الكورفت. انا بحب الكورفت وعشق كورفت وببيع كورفت بس مش نادي مش مالي مش في الجروب مش في النادي. يعني لما تاخذ السياره تستوي ريسر عندنا معانا هنا فادي حبيبي. خلاص احنا هنطلع بريك ان شاء الله عشان بس يبداوا. اشكرك وفلاح حبيب قلبي والله ان شاء الله من نجاح لنجاح. حبيبي 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 شكرا على شيء. شكرا حبيبي. هلا والله هلا هلا شكرا.